بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 57 من السيرة. سودة بنت زمعة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد على عائشة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث على خلاف، وهي سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، وتزوج عائشة ودخل بسودة، ولم يدخل بعائشة إلا في العام الثاني بعد الهجرة. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند السكران بن عمرو، أخو سهيل بن عمرو القرشي الذي أدى صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم من طرف قريش، وقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لما كبرت هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، فسألته أن يبقيها في نسائه وتهب يومها لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. كانت رضي الله عنها من أشد الناس عبادة وورعا وزهدا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما من امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة، أي أكون أنا مكانها. ثم قالت: غير أن فيها حدة تسرع منها الفيئة. وهذه أيها الإخوة الحدة والغضب السريع قد يكون في الرجال وفي النساء، ولكن المؤمن يرده إيمانه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة عن سودة، وهي تعد من ضرائرها، أثنت عليها ثم قالت: غير أن فيها حدة تسرع منها الفيئة، أي إذا غضبت تعود سريعا فتذكر الله فتهدأ، تتحكم في غضبها، ولا يتحكم في غضبه إلا مؤمن. أيها الإخوة، كثيرون يظهر عليهم الصلاح ومن خير الناس، فإذا غضبوا تحولوا إلى شياطين والعياذ بالله، وذهبت كل الخطوط الحمراء والحواجز الشرعية التي تمنعهم، فيسبون ويغتابون ويقذفون ويتهمون الناس في أعراضهم ويفترون على عباد الله، بل قد يصل الحال ببعضهم إلى أن يقتل وأن والعياذ بالله يكفر. ولذلك كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. والله ما كرر ثلاثا من خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إلا لما للغضب من تأثير عظيم على دين المرء، فإن المرء إذا غضب قد يصل به الحال إلى أن يكفر، إلى أن ينتهك العرض، إلى أن يقطع الرحم، إلى أن يفتري على عباد الله، إلى أن يقذف المحصنات الغافلات. وبقدري، واستمع يا أخي إلى هذه الكلمات، بقدر ما يأخذ منك يأخذ الغضب من دينك، بقدر ما يتملكك الغضب، وعلى قدر ما تتملكه أنت على قدر ما فيك من الإيمان. ولذلك قالت أم المؤمنين عنها: غير أن فيها حدة تسرع منها الفيئة. عاشت رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت في خلافة أبي بكر، ثم عاشت إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه، فماتت بعد العشرين للهجرة، ودفنت حيث دفنت أمهات المؤمنين في البقيع، وصلى عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، أقف على موقف عظيم لهذه المرأة العظيمة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، نظرت هذه المرأة إلى الآخرة، إلى المكان الذي يدوم، لا إلى الدنيا التي تنتهي. نحن أحيانا نقدم رغباتنا وأطماعنا وهوانا، فنتخذ قرارات قد تفقدنا دنيانا وأخرانا.
انتصارا لأنفسنا أو لهوانا أو لأوهام نظن أنها فينا وأنها تؤثر فينا وفي نظرة الناس، وكلها من الشيطان. هذه المرأة تنازلت عن ليلتها وأعطتها لأحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، مقابل أن تبقى زوجته لتكون زوجته في الدنيا وفي الآخرة. انتهت الدنيا وماتت ورحلت إلى ربها، لكنها في الآخرة نؤمن ونعتقد أنها زوجته ومعه في منزلته بالجنة. أرأيتم حينما نظرت إلى الثروة الحقيقية والمكسب الحقيقي في الآخرة كيف قدمت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تفقد هذه الليلة؟ فإن ليالي الدنيا وأيامها تنتهي ثم يخلفها الله خيرا عنده. رضي الله عنك وأرضاك يا أم المؤمنين وعن جميع أمهات المؤمنين، وأصلح الله حالنا وحال نسائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.